حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. نرحب بك سعادة السيد علي. طبعا كما تعلم بأننا يعني بعد يوم غد سوف يعني ندخل في الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يعتبر صحيح. محطة مهمة يعني في تاريخ العمل البحرين السياسي، ذلك من أجل تحقيق الكثير من التطلعات، وغدا سوف ندخل في مرحلة الصمت الانتخابي أيضا. هل نتحدث عن هذه المرحلة التي سوف نعيشها قريبا إن شاء الله؟ إن شاء الله. بداية طبعا أشكرك وأشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة، وتحية للسيدات والسادة المشاهدين. وقبل ذلك أيضا يعني دليلي أيضا كذلك أن أسجل وقفة إجلال وإكبار إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم راعي المشروع الإصلاحي، والذي نعبر اليوم وفي هذه المرحلة من خلاله جولة سادسة من هذا الاستحقاق النيابي. بالعودة إلى سؤالك، نعم المرحلة القادمة مرحلة جديدة في عمر المشروع الإصلاحي، مرحلة نتمنى أن تخلص بإذن الله إلى مجلس تشريعي قادر أن يعمل جنبا إلى جنب مع السلطة التنفيذية في ترجمة تطلعات المواطنين. أمام هذا المجلس طبعا تحديات كثيرة، تبدأ هذه التحديات في أن يخلص هو مع الحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب السمو ولي العهد وأعضاء الحكومة الموقرة، بأن يخرج هذا المجلس إلى برنامج عمل حكومي يكون هدف هذا البرنامج هو رفعة الوطن كما خلص إلى برنامج السابق البرنامج الذي قبله. كذلك واستمرار للعملية الديمقراطية في مملكة البحرين. نعم، وهي ترجمة حقيقية أيضا لتطلعات الوطن والمواطنين، وأيضا ترجمة إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين. نعم، إذا شهدنا في الأيام الماضية هناك مشاركة كبيرة ومشاركة شعبية تدلل على مدى وعي المواطن البحريني اليوم بمدى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وأن يكون جزءا منها وجزءا من التنمية وجزءا من المستقبل. كيف تشهد يعني كيف تتوقع المشاركة الشعبية خلال يوم السبت المقبل إن شاء الله في الانتخابات النيابية والبلدية؟ نعم طبعا متفائل ومتأكد بأن شعب البحرين الأكثر وعيا والأكثر حرصا على هذه التجربة البرلمانية سيقوم كما قام سابقا بمشاركة إيجابية فاعلة، لأنها في النهاية واجب وطني، من يصوت يساهم في صنع مستقبله ومستقبل أبنائه. نعم. وكذلك إذا أذنتي لي كذلك يعني وانتهز هذه الفرصة، وهي كذلك أيضا يعني للسادة السيدات والسادة المترشحين التوفيق والنجاح، وكذلك للناخبين بأن يختاروا بعناية ويختاروا الموجودين بناء على برنامجهم الانتخابي. أتوقع مشاركة كبيرة، وأعتقد يعني خير دليل عليها العدد الكبير أكثر من 571 طرحوا أسماءهم كخيار لشعب البحرين. أتمنى طبعا للجميع التوفيق والنجاح. نعم، إذن سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك على شكرا جزيلا لك.